كابتن عادل، نقطتين ضايعين في الصراع على القمه، ومن وجهه نظري النتيجه تعتبر غير منطقيه بالنسبه لاحداث المباراه. طب بص يا كابتن، خلينا نبقى صريحين شويه. اولا انت عندك مشكله في الاعداد النفسي بعد البطولات الكبيره، بدليل انك بعد بطولتين افريقيا اتعادلت تاني مباراه. ده في اعداد نفسي ما بعد البطوله، واعداد نفسي من الجهاز للاعبين ومن اللاعبين الكبار. الحاجه الثانيه المهمه، حراسه المرمى. دائما حارس المرمى هو اللي بيلعب على طول، فبعد حارس مرمى كبير زي الشناوي وبعدين يجي اول ما يلعب علي لطفي بيبقى بعيد شويه عن اجواء المباراه، رغم انه عمل مباراه جيده النهارده، اداء وكان كويس ومميز، ولكن في حاجات صغيره كده جوه الجيم بتحصل. الحاجه الثانيه المهمه، بقى عندك مشكله عدم الحفاظ على النتيجه ناحيه دفاعيه. خلي بالك البنك الاهلي ما عملش حاجه خالص، بس كان عنده هجمتين صعبين جدا. الكره اللي اتقلشت من الولد مش عارف كان اسمه ايه، اللي راحت قبل الهدف، موسى ديار، موسى ديار. ده شطه، ده اول مباراه بشماله. اول الشوط الثاني، لكن واحده ثانيه احمد ياسر، بس كانت اوفسايد من الاول، بس كانت اوفسايد. بس عادي بيتكلم صح ان هي برضو خطر يعني، هي خطر بس هي كانت اوفسايد. طب ماتش بيراميدز لما ما قدرتش تحافظ على الهدف. بص يا كابتن، كتير قوي انك انت مش طول الموسم هتلعب مباراه جيده، خلي بالك، ولكن وانت مش جيد لازم تكسب المباراه. يعني انت ضاع منك بنتين صعبين انا من وجهه نظري في صراع الدوري. طبعا ليه؟ لان لما بتيجي تحسب الفرق اللي انت تاخد منها بناط والاحتمالات ان هي تضايقك شويه في البناط، هتلاقي البنك الاهلي بعد عنهم خالص في حساباتك، انت مش منهم، مش منهم خالص. المهم في الامر ايه؟ انك انت لما بتاخد بطوله وبتطلع بعد البطوله على بطوله اخرى، ويمكن ده انا قلتها لك كابتن في الاستوديو قبل، في بدايه الاستوديو قلت لك مشكله النادي الاهلي في الوقت ده التغير من افريقيا للدوري، ودي حاجه فيها صعوبه مع عايزه خبرات كبيره من اللاعبين. الحاجه الثانيه، رتم اللعب بتاعك النهارده مكسور. ليه؟ لان في عناصر مهمه كانت عندك من اول محمد الشناوي كعنصر حارس مرمى الى طاهر محمد طاهر اللي بدا يلعب ويبقى اساسي في الفتره الاخيره ويبقى ضلع كويس في الفرقه، الى اكرم توفيق اللي بقى نص دفاع النادي الاهلي بيشيله اكرم توفيق من الناحيه اليمين. اكرم توفيق بقى وصل لحاله جيده قوي في كره القدم. انا مش هقول لك ان دول بعضهم ومشهم ممكن يكونوا يخسروك مباراه انت النادي الاهلي، ولكن طبعا يبقى قادرين على ان الريتم بتاع لعبك بيتغير. ايوه، فالمهم انك انت لما تكون بدات تلعب مباراه تجاريه انك تكسب الثلاثه بونت زي ما احنا اتفقنا، يجب انك انت الوقفه بتاعتك تتغير في الناحيه الدفاعيه، طريقه حماس لعب لعبتك بيبقى فيه ذكاء شويه، ما يبقاش 2 على 2 بعد ما الهدف يجي عليك في اكتر من كوره 2 على 2، ودي في حد ذاتها مش جيده يعني. لكن في الاخر اقدر اقول لك هارد لك لعيبه النادي الاهلي، لسه مفرحينك ببطوله افريقيا العشرة. الموضوع يعني 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 ادينا شايفين احنا بنضغط، ماشي اوكي، شغالين كويس اوكي. ده ملخص اكيد، ده ملخص. دي الكره بتاع علي لطفي، ده ملخص الماتش بتاعي. طلع علي لطفي، دي علي لطفي عمل هايله، علي لطفي. لكن بقول لك يا كابتن في الاخر، احيانا الدوري بيبقى 34 اسبوع، بتلعب منهم حوالي 30 اسبوع كويس، ممكن اربع مباريات تبقى انت في الاوف دي بتاعك يعني، او بتبقى مش في يومك. أيوة. اوكي، لكن ما يبقاش في ماتشات زي البنك الاهلي. يمكن البنك الاهلي خد منك السنه دي 4 بونت، خلاك خسرك 4 بونت، ودي حاجه يعني تنذر بخطر عليك يعني كفرقه بتصارع في الدوري يعني. أيوة. ولكن في الاخر انا كنت عايز اقول ان احنا قادرين. ايوه، احنا الى الان نكسب المباريات بتاعتنا كلها، هناخد الدوري بدون اي كلام. فاحنا مش يعني ما بنزعلش قوي، اللعيبه دي فرحتنا واللعيبه دي كويس، ونتعلم منها، لان الفتره اللي فاتت اتعلمنا من التعادل بتاع بيراميدز، نزلنا كسبنا اربعات وخمسات، وان شاء الله ده اللي يحصل ايام الجايه. مظبوط.